اسمك عامل ايه يا محمود؟ واحد هنا واحد هنا. خدنا تشكيل كتير بس لسه ده اجتمع معانا لقاء مفتوح للجيش الشامي في الميدان من عسكري والضباط، واللقاء مفتوح كل واحد يتكلم على السلاح اللي معاه موجود في المكان، لان الميزان مش متكافئ الا في الكم. هيعتز به الى اخر ساعه، ويوم ايضا يوم الوفاء لهذا الرجل العظيم، رجل الحرب والسلام اللي كان بيحب بلده وبيحب شعبه ومخلص ليه. والحقيقه يعني في قلوبنا ولا ننسى اطلاقا يعني جهاده وحبه واخلاصه مش لمصر بس، للعرب. وفعلا ربنا اجر على ايديه العزه والكرامه، واستردينا حقنا واستردينا ارضنا، فلا ننسى اطلاقا هذا الجهد العظيم وهذا الرجل العظيم ان شاء الله. وربنا ان شاء الله يجعله في عليين، وهو شهيد وله اجر الشهداء، نحتسبه ان شاء الله من الشهداء. وربنا سبحانه وتعالى يجعله في رفقه سيدنا رسول الله عليه الصلاه والسلام ان شاء الله في الفردوس الاعلى دون سابقه عذابنا وعتاب الحساب، ويجازي عنا وعن الامه خير الجزاء. مجيئهم وانهم بيذكروا انور السادات، والحقيقه كتر خيرهم نجوم لغايه هنا، وفي ناس جايه من اقاليم ومن بلاد، فطبعا برحب بيهم وبقول لهم انكم كلكم كنتوا اولاد انور السادات. يعني النهارده الذكرى ال 42 لانتصار حرب اكتوبر المجيد، فانت تحب تقول ايه في ذكرى هذه؟ اقول ان ده يوم الحقيقه يوم انتصار لمصر ورد العزه والكرامه، مش بس للشعب المصري لكن للامه العربيه كلها. اول مره تنتصر مصر وتعدي خط بارليف وتكسروا الخط اللي قالوا ده لا يخترق. عدوا جنودنا وكسروه وانتصروا واسروا واسرى. لاول مره نشوف الحاجات دي، وانا طبعا كنت في المستشفيات، فكنت فرحانه باولادنا اللي عملوا هذه البطولات.